السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هعمل لكم الكافيه لاتيه، القهوة باللبن اللي هي زي بتاعة المحلات اللي بتشربوها بره. دلوقتي انا هجيب 3/4 كوباية لبن تكون سخنة بدرجة حرارة 60%. هنحطها كده في الخلاط وهحط عليها 2 معلقة سكر كبار، ادي معلقة وادي كده يعتبر معلقة كبيرة، حط لها 2 معلقة كمان اهي، ده كده مقدار 2 سكر كبار. ماشي، وهنضرب اللبن ده لغاية ما نعمله فوق. هضرب في اللبن لغاية ما يعمل له فوم، وبعد كده لما اجي احطه في الكوباية هرجع له. شايفين يا حبايبي بقى انا صبيته في الكوباية، شايفين الفوم قد ايه في الكوباية اهو. دلوقتي انا غليت مية في الكتل، هاخد 1/3 كوباية مية كده هحطها في الخلاط وهحط عليها 2 معلقة نسكافيه كبيرة. كده 2 معلقة، وهضربهم برضو في الخلاط لغاية ما اعمل فوم. شايفين يا حبايبي بقى عامل ازاي؟ لو عندك بقى مضرب نسكافيه ممكن ما تعمليش في الخلاط، اعملي في مضرب النسكافيه لغاية ما يديكي الفوم. هنيجي بقى كده من على الحرف كده، ونروحوا صابين عشان نفصل الايه اللبن عن الفوم عن الكافي. بصوا شايفين ازاي؟ يعني بقى بصوا معايا كده، بصوا بقى المنظر كده، بصوا الجمال، بص اللبن تحت اهو والكافيه فوق والفوم اهو. دلوقتي بقى هنشكله، بصوا كده هحط بقى من فوق الوش كده حبة نسكافيه يدوا منظر بس. الكافيه لاتيه بكل تكاته وحركاته واحلى من بتاع بره، وانتي اللي عاملاه وعارفه اللبن ايه. بس المهم لازم يكون لبن كامل الدسم، ما ينفعش لبن يكون خالي الدسم عشان يديك الفوم ده. شايفين الجمال؟ لو عجبكم اعملوا لي لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.